العاشرة حسب توقيت ساعة بغداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لحضراتكم حصاد الأخبار. نحييكم مشاهدينا من الشرقية وشرقية نيوز في حصاد هذه الليلة، والبداية من العناوين. في ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام، الآلاف من الزوار يتوجهون إلى الكاظمية شمالية بغداد. تفجير إجرامي في منطقة تقاطع الدورة جنوبية بغداد يسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 50 شخصا بينهم عدد من الزوار. حزب الدعوة الإسلامية على أتباع رئيس التيار الصدري أن يراجعوا طريقتهم في التعامل مع العملية السياسية، وأن يقدموا من اعتدوا على نواب الشعب وممتلكات الدولة إلى القضاء. مقتدى الصدر غادر النجف، وربما يكون غادر العراق ودخل في اعتكافه. إياد علاوي في رسالة مكتوبة إلى فؤاد معصوم: لن أشارك في الاجتماعات الهزيلة التي تدعون إليها. We were visiting Amrit Faluja just two days ago and we were very shocked to see a detention center which is run by the local anti-terrorism squad. الأمين العام لمنظمة العفو الدولية: السلطات العراقية تحتجز غالبا أبرياء بتهم الإرهاب في ظروف مروعة للغاية. نبدأ الحصاد بهذا الخبر العاجل، إذ أكدت الإدارة الأمريكية مجددا موقفها الداعم لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في ظل الأزمة السياسية التي يشهدها العراق وتباين مواقف الكتل البرلمانية بشأن إدارته للحكومة العراقية. جاء هذا الموقف على لسان وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر، الذي أكد أن العبادي في موقف قوي على الرغم من الاضطرابات السياسية التي يشهدها العراق، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تدعمه. وأضاف أن الدعم الأمريكي له يرجع لأسباب منها نجاحاته الميدانية والتزامه بأن تكون الدولة العراقية متعددة الطوائف. شددت السلطات الأمنية في بغداد إجراءاتها لتأمين زيارة الإمام موسى الكاظم عليه السلام، حيث شهدت عشرات العناصر الأمنية وحواجز الشرطة في مناطق متفرقة من العاصمة. واصطفت الحواجز الأسمنتية ونقاط التفتيش في الطرق التي ينتقل فيها الزوار لتأمين الطريق إلى مرقد الإمام موسى الكاظم عليه السلام، في حين قالت مصادر في الداخلية إن عملية تأمين الزيارة محكمة بما يكفي لحماية الزوار. هذا وتركزت تصريحات الزوار العراقيين لمرقد الإمام الكاظم خلال مراسم إحياء ذكرى وفاته على مطالب الإصلاح وإنهاء الفساد وإخراج العراق من أزماته السياسية والأمنية والاقتصادية. من ضمن التشكيلات اللي موجودة الشرطة الاتحادية وقوة من لواء الحرس الجمهوري، وإجراءاتنا الأمنية الحمد لله ماشية بصورة طبيعية، وعندنا فلتر يسموه فلتر كهرمانة اللي من خلاله يتم تفتيش الزوار والمنافذ المحيطة بالفلتر، يتم يعني تفتيش جميع الأشخاص اللي يمرون من ضمن المنطقة. والحمد لله إجراءاتنا الأمنية منذ 5 أيام ماشي بصورة طبيعية ولم يحدث أي خرق أمني والحمد لله. يمكن توظيف هذه الزيارة إلى خدمة الإصلاح بشكل صحيح. اليوم إحنا مو بس نمشي، لازم نجري الإصلاحات من أجل بناء بلدنا بشكل صحيح، وكفى ذلة ومهانة وحكومات فاسدة. يجب علينا نضع أيدينا بأيدي الشرفاء حتى ننهض من جديد. ألاحظ أن جميع الزوار يدعون لعراقنا الحبيب وقوات حشدنا الشعبي بالأمن والأمان والاستقرار، وإن شاء الله بحق محمد وآل محمد
أن تقضي هذه الأزمة بأسرع ما يمكن. نجمع ونسوي هذا الشيء، يعني ما منأخذين يعني من حكومة لو من أي جهة سياسية لو من أي مكان، إحنا من عندنا نجمع ونسوي هذا كل سنة. نقوم بخدمة الزوار الوافدين من المحافظات الجنوبية اتجاه منطقة الكاظمين. ونذكر بالخبر العاجل الذي قرأناه في بداية الحصاد، إذ أكدت الإدارة الأمريكية مجددا موقفها الداعم لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في ظل الأزمة السياسية التي يشهدها العراق وتباين مواقف الكتل البرلمانية بشأن إدارته للحكومة العراقية. جاء هذا الموقف على لسان وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر الذي أكد أن العبادي في موقف قوي على الرغم من الاضطرابات السياسية التي يشهدها العراق وأن الولايات المتحدة الأمريكية تدعمه. وأضاف أيضا أن الدعم الأمريكي له يرجع لأسباب منها نجاحاته الميدانية والتزامه بأن تكون الدولة العراقية متعددة الطوائف. وفرضت السلطات الأمنية في بغداد إجراءات مشددة وقطعت عددا من الطرق الرئيسة في العاصمة لتأمين حركة الزوار المتوجهين سيرا على الأقدام إلى مدينة الكاظمية لإحياء ذكرى وفاة الإمام موسى الكاظم عليه السلام. نشاهد معكم تفاصيل أوفى عن هذه الإجراءات والخدمات التي تلقاها الزوار في تقرير ميناء سهيلة. نصب كل هذه السرادق في الطرقات المؤدية إلى مدينة الكاظمية شمالي بغداد هي للاستعداد لخدمة الزائرين الذين يحيون ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. نقوم بخدمة الزوار الوافدين من المحافظات الجنوبية اتجاه منطقة الكاظمين. كل سنة أكيد يعني شيء يزيد عن شيء وأحسن عن كل سنة هاي الشيء، يعني خدمات متوفرة، يعني من كثر يعني موجود خدمات من أبعد نقطة من العراق إلى محافظة بغداد الموسى الكاظم عليه السلام. الخطة الخدمية للزيارة تشرف عليها جهات شعبية تسعى لتقديم الخدمات التي يحتاجها الزائرون الذين سيقصدون العاصمة بغداد من مختلف المحافظات العراقية ومن دول عربية وأجنبية. هذا الطريق وطرق أخرى قطعتها القوات الأمنية لفسح المجال أمام الزائرين المتوجهين إلى مدينة الكاظمية التي أحيطت بإجراءات أمنية مشددة. الشرطة العراقية أكدت أن هذه الإجراءات ستزداد شدة خلال الساعات القليلة القادمة. تعرف أن العراق بتقشف هسه، وإحنا نحاول يعني من الممكن حتى يعني إحنا الشباب نجمع ونسوي هذا الشيء، يعني ما منأخذين يعني من حكومة لو من أي جهة سياسية لو من أي مكان، إحنا من عندنا نجمع ونسوي هذا كل سنة. مصادر أمنية عراقية كشفت عن تطبيق إجراءات أمنية مشددة لحماية الطرق المؤدية إلى مدينة الكاظمية التي ستطوق بقوات عسكرية. للشرقية نيوز، ميناس السهيل، بغداد. وجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بتأمين تزويد المواطن بالكهرباء خلال فصل الصيف، وشدد العبادي خلال ترأسه اجتماع للمعنيين بملف الكهرباء من وزارات الكهرباء والنفط والمالية، إضافة إلى القيادات الأمنية المسؤولة عن تأمين المحطات الكهربائية وخطوط النقل، شدد على ضرورة تذليل المعوقات واتخاذ الإجراءات الكفيلة التي من شأنها أن تساهم باستقرار تزويد الكهرباء خلال الأشهر المقبلة. أمنيا، هز هجوم انتحاري بسيارة مفخخة تقاطع منطقة السيدية جنوبية بغداد ما أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 50 شخصا بينهم عدد من الزوار. وقال مصدر أمني أن الانتحاري استهدف زوارا كانوا متوجهين إلى مدينة الكاظمية لإحياء ذكرى وفاة الإمام موسى الكاظم عليه السلام ما أسفر عن استشهاد 14 شخصا وإصابة 41 آخرين بينهم نساء وأطفال. وأضاف المصدر أن الانفجار وقع على طريق رئيسة في تقاطع منطقة الدورة السيدية إحدى الطرق الرئيسة التي يستخدمها الزوار القادمون من جنوب البلاد. نجمع ونسوي هذا الشيء، يعني ما منأخذين يعني من حكومة لو من أي جهة سياسية لو من أي مكان، إحنا من عندنا نجمع ونسوي هذا كل سنة. نقوم بخدمة الزوار الوافدين من المحافظات الجنوبية اتجاه منطقة الكاظمين.
مشاهدينا، وحول مراسم إحياء وفاة الإمام موسى الكاظم عليه السلام ينضم معنا من بغداد مراسل الشرقية نيوز ميناس السهيل. ميناس، بداية أهلا بك في حصاد هذه الليلة، وهل لك أن تضعنا في صورة الإجراءات التي ستتخذ ليوم أمس لإحياء مراسم زيارة الإمام موسى؟ هل من إجراءات اتخذت؟ نعم، الإجراءات اتخذت، والخطة الأمنية الخاصة بحماية زوار الإمام موسى بن جعفر عليه السلام الآن وصلت إلى مراحل متقدمة أيضا، لكن بعض التطورات الأمنية التي حدثت هذا اليوم، التفجير الذي حدث في تقاطع الدرويش جنوب بغداد، دفع القوات الأمنية إلى إحداث بعض التغييرات على الخطة الأمنية الموضوعة من قبل قيادة عمليات بغداد. التعديل هو بزيادة عدد كبير من العناصر الأمنية في مناطق جنوب بغداد، وأيضا استحداث بعض المسارات وقطع بعض الشوارع لإبعاد الزائرين عن أي خطر أمني في مناطق جنوب بغداد. هذا من الجانب الأمني أيضا. أما في الجانب أو الشق الأمني في الخاص بمدينة الكاظمية، فمدينة الكاظمية تخضع الآن إلى تطويق من ثلاثة أطواق، يعني ثلاثة أطواق المدينة الآن مطوقة. هذه الأطواق هي عبارة عن قوات أمنية مكونة من الجيش والشرطة الاتحادية والشرطة المحلية وأيضا جهاز الاستخبارات. جهاز الاستخبارات مهمته هو نشر عناصر مدنية بين الزوار لحماية الزوار، وأيضا إفادة أو إعطاء المعلومات للقوات الأمنية الموجودة بهذه الأطواق الأمنية العسكرية في محيط مدينة الكاظمية. الزائرين لحد الآن يعني عملية وصولهم إلى مدينة الكاظمية من مختلف الشوارع التي قطعت وحددت هذه المسارات، لحد الآن الزائرين هم مستمرين في عملية الوصول إلى مدينة الكاظمية. الآلاف يعني وصلوا، ومئات الآلاف وصلوا إلى مدينة الكاظمية يؤدون الزيارة، ومن ثم يغادرون وتأتي يعني أعداد أخرى، وهذا الأمر موجود لحد الآن. من المتوقع أن تنتهي الزيارة يعني ظهر يوم غد، ومن المتوقع أيضا أن تقوم قيادة عمليات بغداد بإعلان نهاية الإجراءات الأمنية يوم غد، ظهر يوم غد. نعم، هل هناك هتافات ومطالبات محددة أطلقت من قبل الزوار حول الأوضاع الحالية؟ نعم، هذه الهتافات وهذه الشعارات هي عبارة عن مسيرات تحدث في داخل مدينة الكاظمية وبالقرب من ضريح الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. الشعارات اليوم اختلفت، يعني هذا العام اختلفت عن السابقة، وتأثرت هذه الشعارات بالأحداث التي حدثت من دخول المتظاهرين إلى المنطقة الخضراء. الشعارات نادت بوحدة الصف وأيضا بمحاسبة الفاسدين وإحداث تغيير في العملية السياسية، والشعارات كانت يعني جدا غاضبة. ولحد هذه اللحظة هناك مسيرات يعني موجودة داخل مدينة الكاظمية تطلق هذه الشعارات. نعم، مراسلنا ميناس السهيل كنت معنا من بغداد، نشكر لك توضيح هذه المعلومات. أصدر حزب الدعوة الإسلامية بيانا قال فيه إن على أتباع رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر أن يراجعوا طريقتهم في التعامل مع العملية السياسية، وأن يقدموا من اعتدوا على نواب الشعب وممتلكات الدولة إلى القضاء. وقال البيان الذي صدر عن المكتب الإسلامي أو عن المكتب الإعلامي لحزب الدعوة أن الحزب يجلب شعارات التي رددتها ما وصفها بالأبواق الفاسدة ضد إيران، وأعدها بأنها نكران واضح للجميل. وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل يظهر النائب عن كتلة الأحرار النيابية عواد العوادي وهو يتحدث للمتظاهرين عن هروب جميع النواب الذين كانوا في البرلمان بعد سماعهم خطاب رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر.
اليوم حتى ايش بدهم متعودين والله يطبون الشعب يطب الشعب ما تعرفون هذا الشعب من شارده من شارده من شارده قالوا قالوا اول احنا مأمنين يا مأمنين قالوا مأمنين السماحه السيد موسى صدق ما يخليهم يطبون قلت لهم والله السيد راح يسوي الشعب اليوم هم معودين تعال طب القاعه تصور على الكابينه ما يطبون تعال وقعوا قاعدين بالقاعه ما يوقعون احنا طبينا بس 34 واحد طبينا بالقاعه بالوحده خمسه ماكو ولا واحد يطب اتفقوا البارحه على المحاصصه والله وصلنا الخبر للسيد قال ببيان ما وصلنا الخبر للسيد خلي كمل كمل ان رحمه الوادي بس نسمع قال لا انا جاهز لا مو عندهم لازم هم سيد يقولوا معهم احنا قاعدين هم سمعوا خطاب السيد كله شده طلعنا ما لقينا ولا واحد سيد المحاصصه تنتهي سيد سيد بروح جدك المحاصصه تنتهي لو لا وجود الله وجودك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله احنا قالوا بعد بالحياه قبل حتى البرلمان نريد هذا بالسيارة إلى ذلك دفعت وزارة الداخلية العراقية الاتهامات الموجهة إليها بالمسؤولية عن التقصير في حماية مجلس النواب وأعضائه، وقالت إنها لا تتحمل مسؤولية اقتحام المنطقة الخضراء من قبل المتظاهرين. وقالت الداخلية في بيان إن المسؤولية المباشرة تقع على عاتق عمليات بغداد والفرقة الخاصة المكلفة بحماية المنطقة الخضراء، وأن قيادات العمليات ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة مباشرة وليس وزير الداخلية. وأضافت الداخلية أنها كانت مستعدة على مسك الملف الأمني وقيادته بحسب الصلاحيات الدستورية وبحكم مواردها التي هي فعليا تحت تصرف قيادات العمليات، لكن الأوامر لم تصدر بعد وهي تنتظر تولي مسؤولية الملف الأمني في أي مكان أو منطقة أو محافظة تكلف به. وهددت هيئة رئاسة البرلمان العراقي من وصفتهم بالخارجين عن القانون بمقاضاتهم بعد الاعتداء على عدد من النواب. ورفضت الهيئة في بيان التجاوز على عدد من النواب منهم نائب رئيس المجلس آرام الشيخ محمد ورئيسة كتلة التحالف الكردستاني آلاء طلباني وعمار طعمة وهو رئيس كتلة حزب الفضيلة وعبد الحسين الموسوي نائب رئيس كتلة الفضيلة. وعدت الهيئة ما حدث تجاوزا على هيبة الدولة ومجلس النواب العراقي. في هذه الأثناء تفقد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري مبنى البرلمان بعد انسحاب المتظاهرين أتباع التيار الصدري منه، واطلع على حجم الأضرار التي أصابت قاعاته حسب ما أفاد به بيان لمكتبه. واطلع الجبوري بحسب البيان على مدى الأضرار التي لحقت بمبنى مجلس النواب وقاعته الرئيسة خلال تجواله في مرافق المجلس من أجل إعادة صيانتها، داعيا الدوائر المعنية بمباشرة عملها وجرد ما لحق من أضرار بمرافق المجلس وإعادة تأهيل جميع القاعات استعدادا لإنعقاد جلسة البرلمان المقبلة. الأخبار مستمرة من الشرقية نيوز. أبلغ رئيس ائتلاف الوطني إياد علاوي رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بأنه لن يشارك في الاجتماعات الهزيلة التي يدعو إليها معصوم. وقال علاوي في رسالته لمعصوم أن اجتماع الرئاسات الثلاث كان مخيبا للأمل، وكان رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري رفض حضور اجتماع الرئاسات الثلاث والكتل السياسية قبل أن يتدخل معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادي ويطلبا منه حضور الاجتماع ولو لوقت قصير لحساسية الموقف العراقي. وكانت الرئاسة عقدت اجتماعا أمس الأحد وصف بالهزيل والفاشل وهو الثاني من نوعه خلال شهر. وأثار عقد الاجتماع ومستوى الحضور المتدني وما تمخض عنه من بيان غضبا شعبيا واسعا، واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالسخرية من أداء الرئاسة والسماح لها
لأشخاص متهمين بالفساد لحضور الاجتماع، ولم يتوصل الاجتماع إلى نتائج لحل الأزمة الحالية في البلاد، ولم يخرج بنتائج وإجراءات عملية لمواجهة الأزمة السياسية الكبرى التي يمر بها العراق. من جهة أخرى، قال مسؤولون في مكتب رئيس تيار الصدري مقتدى الصدر أن الصدر غادر النجف وربما يكون غادر العراق، دخل في اعتكافه الذي أعلنه السبت الماضي وقطع اتصالاته مع السياسيين حتى إشهار آخر. لكن مصدرا آخر أشار في الوقت ذاته إلى أن الصدر لم يوقف اتصالاته لبعض المراجع الدينية داخل العراق وخارجه، وأن سفره ربما خارج البلاد الآن قد يتضمن في جزء منه الاجتماع مع أحد مراجع الدين الشيعية. في هذه الأثناء، عرضت الخارجية الإيرانية رغبتها رسميا في التدخل لحل المشكلات القائمة في العراق بحسب تصريحات لعدد من المسؤولين الإيرانيين بينهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية. من جهته، قال رئيس مركز البحوث الاستراتيجية بمجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني علي أكبر ولايتي خلال لقائه المبعوث الأممي في العراق يانكوفيتش أن العراق يمر في ظروف حساسة للغاية ويشهد تقلبات جديدة. في غضون ذلك، قال مساعد الأركان العامة للقوات الإيرانية مصطفى يزدي أن هناك تيارات متعددة في العراق تسعى إلى خلق أجواء مؤاتية لها، وهذا ما تشهده الكثير من الساحات المختلفة في العراق. وجاءت التصريحات الإيرانية بعد يومين من ترديد الآلاف من أنصار الصدر في وسط ساحة الاحتفالات داخل المنطقة الخضراء شعارات ضد إيران وقائد فيلق القدس قاسم سليماني، حيث رددوا شعار إيران برا برا بغداد تبقى حرة. ويا قاسم سليماني، هذا الصدر رباني. واتهم المتحدث باسم النواب الذين اعتصموا في البرلمان العراقي هيثم الجبوري، اتهم رئيس الوزراء حيدر العبادي بالسماح لأتباع تيار الصدري بدخول المنطقة الخضراء. وقال هيثم الجبوري لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن ما يحدث هو سيناريو غامض يهدف إلى الضغط على الكتل السياسية، وأن العبادي هو الذي سمح للمتظاهرين بالدخول إلى المنطقة الخضراء. ودعا الجبوري رئيس الوزراء العراقي إلى الاستقالة، محذرا من أن استمرار تصاعد هذه الأزمة سيقسم البلاد بدلا من إصلاحها. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا السيد هيثم الجبوري المتحدث باسم النواب المعتصمين، وهو أحد النواب المعتصمين أيضا. سيد هيثم، اتهمتم في لقائكم مع صحيفة أمريكية بأن رئيس الوزراء حيدر العبادي هو من سمح لأتباع تيار الصدري بدخول واقتحام المنطقة الخضراء، إلى ماذا استندتم في هذا الاتهام وما هي المعطيات والمؤشرات التي لديكم حول هذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كل المؤشرات حقيقة، الاستسلام الكبير من الأجهزة الأمنية، حالة الأجهزة الأمنية وعدم استنفارها، وكأنه كانت لديها أوامر، لأنه على أقل تقدير الشخصيات التي رافقت رئيس الوزراء لزيارة مجلس الوزراء ومجلس النواب بعد الحادثة هم نفسهم مسؤولي هذه المناطق قبل الحادث، وكان هنالك واضح بين تفاهم كبير بينهم، وبالتالي يعني لو كان لديه ملاحظات او كان لديه حقيقه يعني عدم درايه بما يحصل، او كان ان التوجيهات عكس ما تنفذت القوات الامنيه، لكان كان واضح جدا بانه هؤلاء على اقل تقدير لا يكونوا بجواره ولا يكونون بتجواله. هذا كله بالاضافه الى بعض المعلومات حقيقه المسربه لدينا، لان هنالك هذا التليفون نقل الينا بعض التفاصيل عن طريق بعض الشخصيات، وايضا داخل مجلس النواب بأنه طلعت بعض الشخصيات المقربة من السيد العبادي يعني قبل دخول المتظاهرين. هذا كله ينطي مؤشرات أولية على أنه السيد العبادي كان على علم بما يحصل وما حصل، فلذلك هو يتحمل المسؤولية الأولى والأخيرة بما حصل من ضياع لهيبة الدولة حقيقة، وضياع
لهيبة مؤسسة المؤسسة التشريعية اللي من المفترض أن تكون هيبة تام لهيبة الدولة. طيب أنتم كنواب معتصمين هل ستواصلون الاعتصام خصوصا بعد الذي جرى وهناك من يتهمكم بأنكم تحاولون ركوب الموجة؟ احنا قبل الموجة كنا موجودين، احنا ما كنا اليوم الموجة نريد نستثمرها ونريد نستغلها. موجة المتظاهرين، هناك من قال ان المتظاهرين هم بالأساس تظاهروا ضدكم، يعني كيف يعقل أن تتفقوا مع المتظاهرين وتكونوا في هدف واحد؟ هم تظاهروا ضد كل من ساهم فيما جرى للعراق وأنتم من ضمنهم. أقول سابقا أن هذا التجمع مع احترامي وتقديري إلى هو تجمع سياسي ليس تجمعا شعبيا، لأنه يتبع إلى جهة سياسية واحدة، وبالتالي هو حتما ينفذ أجندة هذه الكتلة، لأنه مثل ما شفتوا تفرق الجمع بعد أن هذا الجهة السياسية طلبت أن يتفرقوا. وفعلا أيضا لاحظنا التعامل النوعي بين النواب، هنالك من رفع على الأكتاف وهنالك منظور في داخل مجلس النواب من النواب، فلذلك حقيقة احنا ما متوافقين تماما. هو هذول شعبنا، يعني بعض المطالب اللي طالبون بها هي جزء من مطالبنا. الآلية اللي صارت احنا عندنا اعتراض عليها، ضرب النواب عندنا اعتراض كبير عليه حقيقة، لأنه ضيع هيبة الدولة. الدخول والتكسير بهذه الفوضوية أيضا احنا معترضين. أما حالة المطالب اللي صارت احنا قلنا من زمان لا محافظة، ليش كانوا اخواننا التيار الصدري معانا وبعدين عافونا في نص الطريق؟ يعني احنا كنا نقدر نطبق هذا المطلب اللي راد شعبنا عن طريقنا احنا كنواب ومعانا نخوة في التيار، وكنا في جبهة واحدة. الآن احنا تحولنا إلى جبهة، هاي الجبهة اسمها جبهة الإصلاح، كتبنا نظامها الداخلي وسنسمي الهيئة الإدارية إن شاء الله قريبا، ووضعنا لها نظام داخلي، وهذه الجبهة ستلتقي على الجميع إن شاء الله، على كل الإخوة القريبين واللي يؤمنون بأنه فعلا لا محافظة وفقط للشعارات. نعم إن شاء الله نستطيع أن نشتغل في جبهة واحدة. نعم سيد هيثم، باعتبارك المتحدث باسم النواب المعتصمين، ما هو موقفكم كنواب معتصمين من الاجتماع الذي وصف بالهزيل والفاشل ودعا إليه رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، بمعنى آخر رئاسة الجمهورية تستجيب لما يطرحه النواب المعتصمون من دعوات الإصلاح، أم أن الرئاسة هي أسباب الجمود السياسي في العراق؟ أصلاً هي جاهلة وجودنا بهذا الاجتماع. احنا أكثر من 100 نائب نمثل ثلث البرلمان، لم يوجه دعوة لنا بالحضور في هذا الاجتماع، وبالتالي هذا الاجتماع ناقص، يعني معناها اشتركوا فيه من هم في السلطة، وهو أصلاً الاعتراض على من هم في السلطة، ويجب أن يكون الاجتماع مع من يعارض السلطة، مع من هو في جهة الشعب، حتى ممكن أن نصل إلى حلول مقنعة وصحيحة. اما ان نجتمع فيما بعضنا واحنا اهل السلطه واحنا اهل المكاسب واهل المغانم، حتما سوف لا يعطي احدنا بالاخر. فلذلك هذا الاجتماع هو اجتماع ناقص الشرعيه، واجتماع فعلا هزيل، لانه لم يخرج بمقررات، اصلا مقررات بعض الدول اكثر من هذه المقررات اللي صدرت من عنده. رئيس الجمهوريه الان عليه يعني عتب كبير، وهو راعي الدستور، وحقيقه نحن في جبهه الاصلاح يعني سنوجه تهمه الى السيد رئيس الجمهوريه إذا لم يوجه برسالة سحب الثقة عن السيد العبادي، لأن هذا أيضا معناه تواطؤ ومعناه خيانة لأمانة الشعب وأمانة هيبة الدولة ومؤسساتها اللي هم المفروض يكونون رعاتها. نعم. سيد جبوري، قلت لصحيفة نيويورك تايمز أن ما يحدث هو سيناريو غامض يهدف إلى الضغط على الكتل السياسية، هل لك أن توضح لنا ما طبيعة هذا السيناريو ومن وضعه؟ والله هو واضح اليوم المستفيد من هذه الامور اللي تجري ومن هذا السيناريو اللي يجري هي كتله سياسيه زائد السيد العبادي. السيد العبادي يعني من مصلحته بانه مجلس النواب لا ينعقد، من مصلحته بانه الكتل السياسيه تتقاطع فيما بينها حتى تتناسى قضيه الاستجواب وقضيه سحب الثقه من السيد العبادي. وبالتالي عمليه انه يرجع مجلس النواب ان يجتمع مره ثانيه، يعني اليوم انا اشوفه اشبه بالمستحيل. الكرد بعد ما تعرضوا لتعرضوا إلى ما اعتقد بسهوله راح يجون يجتمعون في بغداد. ايضا تحالف القوى العراقيه جزء كبير من عنده الان في عمان، وايضا تعرضوا الى مخاطر كثيره،
التحالف الوطني منشق وايضا واصل الى مراحل متقدمه من حالات الانشقاق والفوضى واللا قياده، وبالتالي كيف راح يصير الاجتماع حقيقي في داخل مجلس النواب حتى ممكن ان ننظر باستجواب او اقاله السيد العبادي. فلذلك واضح المصلحه بعد ان ياس وعرف بان هنالك الكثير من الكتل السياسيه وصلت الى نقطه الاتفاق بان السيد العبادي لا يصلح ان يكون رئيسا لوزراء العراق، وان السيد العبادي ضعيف، وان السيد العبادي مجامل للكتل السياسيه وهو رهين قراراتها. فلذلك يعني صار افتعال هذه الازمه حتى يصل لما وصلوا اليه. نعم، المتحدث باسم النواب المعتصمين السيد هيثم الجبوري، نشكر لك الانضمام. حق الرد مكفول. راسلونا على rai@alsharqiya.com. حذرت منظمة العفو الدولية من أن السلطات العراقية تحتجز غالبا أبرياء بتهم الإرهاب في ظروف مروعة للغاية. وقال الأمين العام لمنظمة العفو سليل شاتي في تصريح خاص للشرقية نيوز إن وفدا من المنظمة زار أحد مراكز الاحتجاز في منطقة عمرية الفلوجة غرب بغداد، يضم 700 سجين محتجزين منذ أشهر بتهمة الاشتباه بالإرهاب، بينهم أطفال ونساء، وأن أوضاع احتجاز هؤلاء شكل صدمة كبيرة، حيث لكل واحد منهم مساحة لا تتجاوز مترا مربعا، وليس هناك مساحة حتى للاستلقاء، والحمامات في الغرف ذاتها وكمية الغذاء قليلة جدا، كما أن هذا المعتقل مثال سيء لنظام القانون الجنائي الذي لا يعمل في العراق. We were visiting Amrit Fallujah just 2 days ago and we were very shocked to see. وفد من منظمة العفو الدولية زار منطقة عمرية الفلوجة والسجن الموجود هناك تحت إدارة قوات مكافحة الإرهاب، حيث يحتجز أكثر من 700 شخص بينهم نساء وأطفال. ظروف هذا السجن مروعة وشكلت لنا صدمة كبيرة، حيث لكل واحد منهم مساحة لا تتجاوز مترا مربعا، وليس هناك مساحة حتى للاستلقاء، وأن الحمامات في الغرف ذاتها وكمية الغذاء قليلة جدا. هذا المعتقل هو مثال سيء لنظام القانون الجنائي الذي لا يعمل في هذا البلد، وأن حقوق الإنسان تتعرض لإساءات خطيرة بشكل روتيني دون عقاب. وجدد الأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليم شاتي وقوف المنظمة ضد استخدام أحكام الإعدام تحت أي ظرف كان. وعبر للشرقية نيوز عن أسفه لاستخدام السلطات العراقية أحكام الإعدام بشكل مكثف، حيث تم رصد عشرات الإعدامات ولا سيما في الأشهر الأربعة الماضية، حيث جرى إعدام نحو 70 شخصا فضلا عن استمرار التعذيب ضد المحتجزين وسوء معاملتهم في مراكز الاحتجاز. Amnesty International is against using the death penalty under any circumstances. منظمة العفو الدولية دائما تقف ضد استخدام أحكام الإعدام تحت أي ظرف كان، وللأسف فإن السلطات العراقية تستخدم أسلوب الإعدام بشكل مكثف، ورصدنا ذلك بكثرة في السنتين الأخيرتين وحتى الأشهر الأربعة الأخيرة بعد أن تم إعدام نحو 70 شخصا، بالإضافة إلى رصدنا استخدام كثير لأساليب التعذيب ضد المحتجزين إلى جانب سوء المعاملة. ولذا نحث السلطات العراقية على وقف استخدام أحكام الإعدام ومنع عمليات التعذيب في مراكز الاحتجاز. وأكد سليم شاتي أن واحدا من دواعي القلق الكبيرة بالنسبة لمنظمة العفو الدولية هي الانتهاكات التي على نطاق واسع التي تم رصدها وتمثلت بممارسات وحدات الحشد الشعبي ضد المدنيين في المناطق التي تم تحريرها من تنظيم داعش. وشدد سليم شاتي على ضرورة أن تحقق السلطات العراقية بهذه الانتهاكات والاعتداءات، وأن لا تكتفي بإجراءات التحقيق فقط، بل عليها تنفيذ إجراءات عقابية مشددة وفق القانون. واحد من دواعي القلق الكبيرة بالنسبة للعفو الدولية هي الاعتداءات والانتهاكات على نطاق واسع التي رصدتها المنظمة وتتمثل بممارسات وحدات الحشد الشعبي وانتهاكاتها ضد المدنيين في المناطق التي تم تحريرها من تنظيم داعش. نشدد على ضرورة أن تحقق السلطات العراقية في هذه الانتهاكات والاعتداءات، وأن لا تكتفي بإجراءات التحقيق فقط، بل عليها تنفيذ
تنفيذ إجراءات عقابية مشددة وفق القانون. وانتقد الأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليم شاتي إجراءات السلطات الأمنية العراقية في تعاملها مع النازحين الهاربين من المدن التي يسيطر عليها تنظيم داعش، وفي مقدمة تلك الإجراءات وضع شرط الكفيل في مقابل انتقال النازحين إلى المدن الآمنة ما شكل أزمة إنسانية كبيرة لهم. وقال شاتي للشرقية نيوز إن السلطات العراقية تقابل النازحين الهاربين عند نقاط التفتيش بشكل مهين لكرامة الإنسان، بالإضافة إلى عدم تهيئة ظروف العيش الملائمة بمركز إيوائهم ولا سيما في عامرية الفلوجة. Iraq has 3.4 million displaced people. It's one of the highest in the world. العراق لديه 3 مراكز لإيواء 4 ملايين نازح، وهي واحدة من أكبر إيواء النازحين في العالم. فإلى جانب تجاهل المجتمع الدولي لهذه المعاناة، فإن النازحين الهاربين من المدن التي يسيطر عليها تنظيم داعش وبرغم صعوبة انتقالهم إلى مناطق آمنة، إلا أن السلطات الأمنية العراقية تقابل معاناة هؤلاء النازحين الهاربين عند نقاط التفتيش بشكل مهين لكرامة الإنسان، بالإضافة إلى عدم تهيئة ظروف العيش الملائمة لا سيما في مركز إيوائهم بمنطقة عامرية الفلوجة، حيث لا تتوفر فيها المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمة ذلك وضع شرط الكفيل على النازحين الذين ينتقلون إلى المدن الآمنة، وهو ما شكل أزمة إنسانية كبيرة. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا سيد كريم النوري المتحدث باسم الحشد الشعبي. سيد كريم، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية قال أن دواعي القلق الكبيرة لدى المنظمة هو ما تقوم به عناصر الحشد الشعبي من ممارسات ضد المدنيين الذين يتم تحرير المدن التي كانت محتلة من قبل داعش. يعني هناك اتهامات كثيرة سابقا وجهت إليكم، ولكن اليوم هذه منظمة كبيرة يعتد بها ذات مصداقية، كيف ستتعاملون مع هذه الاتهامات؟ تحية لك ولمشاهديكم الكرام. أهلا بك. أنا أيضا أقول بصراحة أن نحن في كل معارك في كل انتصار تبدأ الاتهامات بهذه الطريقة السريعة، واليوم إذا كانت منظمة العفو الدولية تقوم بهذا الأمر فهذا حقيقة نحن نتكلم بالدليل والوثائق. نحن نقول بصراحة لا يمكن أن نتحمل كل جريمة هنا وهناك، وهي جرائم كانت حاصلة حتى قبل دخول داعش، هذا من جهة. والجهة الثانية عندما يكون هناك الدليل بالوثائق، أما يكون هذه الطريقة التحليلية بعيدة عن الواقع، نحن حريصون لا أحد يزيدنا على أبناء المناطق. ثم الحشد هو الآن لم يكن حشد لمكون معين، إنما الحشد معنا من أبناء صلاح الدين وأبناء الرمادي، فأي حشد يقصدون، هل هؤلاء يقتلون أنفسهم أو يعذبون أنفسهم؟ حقيقة أتمنى أن نتوخى الحذر من هذه الاتهامات. وأنا بصراحة حتى لا أكون يعني أكادر أو أصادر الحقائق، أرجو أن تكون الأدلة مقنعة حتى نتخذ إجراءات، وأنا أستبعد حقيقة، لأن إحنا في الميدان وأنا في الميدان حقيقة ولم أطلع على ذلك. بالعكس في معارك الثلاثة الأخيرة أكثر من 400 شاب صدقني بالله، أنا والأخ المحافظ السابق وأيضا السيد جاسم جبارة أشرفنا على إرجاع الناس بساعات قليلة، احتجزوا ساعتين أو ثلاثة، لم تكن لدينا روح انتقامية أو ثأرية. هذا كان صحيح. نعم إذا كان يقصد بعض عناصر المتورطة مع داعش تتعرض إلى مواجهة وقتل، هذا صحيح. وحتى على هذا الفرض لو اعتقل إلقاء القبض على أي متورط من داعش، هناك أجهزة قضائية تتحقق بالأمور وهناك محاكم. أعتقد هذا ظلم آخر يضاف إلى منظومية الحج الشعبي. نعم سيد النوري، إذا ما تأكدت هذه الإجراءات ما هي إجراءاتكم؟ إذا تأكدت هذه الاتهامات ما هي الإجراءات التي ستقومون بها؟ سؤال مهم. طبعا نحن نشعر أن هذا العمل الذي يقوم به يستهدف أولا ليس الإنسانية والمواطن الشريف، إنما يستهدف الحج الشعبي، ولذلك لا نسمح أو نتسامح مع من يريد الإساءة إلينا. قضية الإنسان، حرمة الإنسان، سمعة الإنسان، حرمة وكرامة الإنسان هي فوق كل الاعتبارات. لذلك أنا أقف حقيقة معكم لو ثبت هذا الأمر. بالتأكيد لدينا مديرية الأمن والانضباط، لدينا قادة إنسانيون، بالتأكيد لن يتسامحوا أبداً
هذا الإنسان هو أمانة في أعناقنا وعملية التحرير، ونتأخر أحيانا من أجل بعض المواطنين نؤجل عمليات، فكيف تكون هذه الروح العدائية لمن يريد إنقاذ المواطنين؟ طيب جعفر الشيخ مصطفى هو قيادي في البيشمركة يقول أن قوات الحشد الشعبي لم تشترك في معركة تحرير قرية بشير، يعني هل فعلا أنتم لم تشتركوا؟ صحيح، احنا لم نشترك في المحور الذي دخل منه البيشمركة، أما الصفحات الأولى لا أدري يعني من أين استقى معلوماتي. الصفحات الأولى وبصراحة نحن من طوق وبدأ بمحاصرة قصبة بشير، ويعلم لدينا فرقة العباس القتالية واللواء الأكبر واللواء التركماني لهم حضور، وأنا لا أدري ماذا يعني حقيقة يحاول سلب هذا الإنجاز، ونحن لا ننكر أن البشمركة كان لهم دور مشرف في المعارك، لا أدري هل هو يغازل الآخرين من الغرب. أتمنى أن نكون موضوعيين في يعني هذا النصر، مع الأسف الهزيمة يحاولون القاء على الآخرين، بينما اليوم النصر مع الأسف يحتكر في هذه الطريقة المؤسفة. أتمنى أن يراجع القوات التي دخلت من المحورين الآخرين غير محور الأخوة البشمركة. طيب عودة على حال المشاركة الحي الشعبي فعلا. نعم. عودة إلى اتهامات منظمة العفو الدولية إليكم بممارسات الحشد الشعبي في المناطق المحررة، وطالبت السلطات العراقية بإجراءات عقابية ضد من قام بهذا، هل يمكن للسلطات العراقية أن تتخذ إجراءات عقابية ضد منتسبي الحشد الشعبي؟ أحسنت، يفترض هكذا، يفترض أن تكون صارمة وحاسمة وحازمة. نحن الحج الشعبي والحكومة وحتى منظمة العفو الدولية سحقيقة نقوم بالبحث والتدقيق والتحقيق، وسنحاسب ونعاقب من يتورط في قتل الإنسان المواطن البريء. هذا العمل الحكومة ستكون إن شاء الله عازمة على هذه القضية، ونحن معها. الحج الشعبي سيقف مع الجميع في كشف هؤلاء المجرمين، لعلهم يريدون الإساءة للحج الشعبي وينتحلوا صفة الحج الشعبي، وبالتالي هم يسيئون لنا قبل أن يسيئوا للإنسان المغدور. نعم سيد نوري، نذهب بك إلى سياق آخر وليس بعيد، نتحدث عن معاناة النازحين وشرط الكفيل بالنسبة لهم، وهم هاربين من المدن، وهذا شكل أزمة إنسانية بحق النازحين. لماذا هذا التعامل بشكل مهين بحقهم؟ والله إذا كنت تقصدين هي المعاناة والظروف النازحين هي بحد ذاتها مهينة، وكل إنسان شريف يمتلك حقيقة نوع من الضمير الحي يرفض أي إجراءات مسيئة لأهلنا. هم الآن بلا وطن بلا سكن، ومع ظلم داعش نضيف لهم ظلم آخر، نحن نرفض أي إساءة لهم. يجب حتى يعني يجب أن تتخذ إجراءات سريعة، وأضم صوتي إلى المناشدات التي تطلق دائما من الشرقية بأهمية عودة النازحين إلى مناطقهم، لأنهم يعانون حقيقة في مخيمات النازحين. وإذا كان هناك بعض التصرف سواء في جسر بزيابز أو غيره، نحن نرفض ذلك. ومن يحاول الإساءة للمواطن والنازح إنما يسيء للعراق ويسيء إلى الحج الشعبي. نعم سيد كريم النوري المتحدث باسم الحج الشعبي، شكرا جزيلا لك. حق الرد مكفول. راسلونا على rai@alsharqiya.com. سقطت 7 صواريخ تحمل غاز الكلور والخردل على قرية بشير المحررة جنوب غرب كركوك، ما أدى إلى وقوع إصابات. وقالت مصادر أمنية إن الصواريخ أطلقت من ناحية الرشاد التي يتمركز بها تنظيم ما يعرف باسم داعش، وكانت قوات البشمركة استعادت بمساندة قوات التحالف الدولي السيطرة على قرية بشير وعدد من المناطق المحيطة بها من سيطرة داعش.
وأكد قائد قوات 70 التابعة لوزارة البيشمركة جعفر شيخ مصطفى أنه لم يكن هناك أي دور للحشد الشعبي في أثناء عمليات تحرير قرية البشير جنوب غرب كركوك. وقال جعفر شيخ مصطفى للشرقية نيوز إن قوات التحالف الدولي ما كانت ستطلق إطلاقة واحدة إذا لم تبدأ قوات البيشمركة بهذه العملية، وهذا دليل على أن قوات البيشمركة هي التي قامت بعملية تحرير قرية البشير ولم يكن هناك أي دور للحشد في أثناء العملية. يجب أن نعلم أن الحشد الشعبي لم يشارك في هذه المعركة لأن التحالف الدولي والقوات الأمريكية لا تتعاون معهم، والحشد الشعبي كان على السواتر التي سيطر عليها سابقا لحماية المدينة وبقي هناك لغاية انتهاء المعركة. نحن لا نقوم بأي عملية عسكرية بدون مشاركة التحالف الدولي لأننا على حلف معهم من حيث المعلومات الاستخباراتية والغطاء الجوي، وبعد قصف تازة بالأسلحة الكيميائية وبناء على طلب من التحالف الدولي والأمريكيين أن تقوم قوات البيشمركة تحديدا بعملية عسكرية وبمشاركة التحالف الدولي. مشاهدينا الكرام، وردنا الآن ما يأتي نفى مظهر من مكتب المرجع الديني الأعلى آية الله السيد علي السيساني إصدار أي بيان بخصوص ما جرى في المنطقة الخضراء قبل أيام، وذكر المصدر أن البيان الذي نسب إلى مكتب المرجع السيساني بهذا الشأن هو مزور وغير صحيح. نعود بكم إلى الشأن المدني، حيث تمكنت قوات عراقية مشتركة من فك الحصار عن قضائي حديثة والبغدادي وقاعدة عين الأسد الجوية بعد أكثر من عام ونصف العام من سيطرة تنظيم داعش على جميع الطرق والبلدات المحيطة بها في محافظة الأنبار غربي العراق. وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان أن القوات العراقية استعادت السيطرة على منطقة الخالدية والسعدة ومسخن والبوعساف التي تقع شرق البغدادي. وقالت إن الطريق أصبح سالكا من قضاء هيت مرورا بالبغدادي إلى قضاء حديثة. قال مسؤول عسكري عراقي إن قطاعة عسكرية من الفرقة السابعة بالجيش التقت بقطاعات جهاز مكافحة الإرهاب في قضاء هيت، وأن تلك القوات التقت بعد تحريرها 4 قرى ومنطقة الدولاب غربي هيت من تنظيم داعش وعانت البغدادي وحديثة. كانت البغدادي وحديثة قد عانت حصارا اقتصاديا شديدا خلال المدة الماضية، حيث منع التنظيم وصول الغذاء والبضائع إلى هاتين البلدتين الوحيدتين اللتين بقيتا خارج سيطرته في وسط صحراء الأنبار الشاسعة. وينضم إلينا سيد يونادم كنا رئيس قائمة الرافدين في البرلمان العراقي. سيد يونادم، ما هو موقفكم من ما حدث يوم السبت الماضي من اقتحام المنطقة الخضراء من قبل المتظاهرين وكذا اجتماع الرئاسات الثلاثة الذي لم يخرج بأي نتيجة ووصف بالهزيل؟ يعني بداية الاجتماع خرج بنتائج ليس كما وصفتموه، لكن النتائج بالتأكيد ليست معلنة بالكمال والتمام. الوقت القصير الذي اجتمع فيه لا يكفي لبحث وإقرار كل ما هو يستوجب إقراره. في الحقيقة كانت جلسة مصارحة وإجماع على إدانة خلال هذه الأيام، يعني ستتواصل اجتماعات أخرى لإنضاج الرؤية حول النظام وطبيعة النظام وسبب الخلل. يعني أنا آسف أن أقول ليس المشكل في النظام، النظام هو ذاته في سويسرا وألمانيا وأمريكا، لا، المشكل هو في الأشخاص والفساد المستشري للنخاع. هذا هو ممارسة الفساد والاستئثار بالسلطة واحتكار هذه الوزارة للحزب الفلاني وتلك الوزارة للحزب الفلاني، هذا هو المشكل. وأما الاجتماع، نعم أدانا بالكمال بالإجماع أدانا ما حصل من اقتحام لمبنى برلمان العراق واستنكار ذلك، وأنه تقرر التوجه لاستعادة هيبة الدولة التي أساسا، يعني مع الأسف أقول، الكثير من المتظاهرين من خرجوا على القانون واعتدوا على النواب وكسروا وأضروا بالمال العام والممتلكات العامة. يعني هذا أمر يعني غير مقبول وخارج على القانون. الحريات مكفولة
والتظاهر مكفول لكن دستوريا وقانونيا ليس كما حصل. فهذا الذي كان شدد عليه، لأن جدولة الأولويات البرلمان الأولوية الأولى هي كيف في السبيل إلى بداية خروج المتظاهرين من المنطقة الخضراء واستعادة أولا تأهيل المجلس لانعقاده بعد أيام، إضافة إلى القرار كما قلت قبل قليل أنه سوف تكون هناك جلسات تفصيلية أكثر للبحث في الأزمة ومسببات الأزمة. كما قلت أنه بعض الكتل لم تستجب مع رئيس الوزراء بتقديم الأسماء كما حصل يوم التصويت ولن يحصل نصاب. لماذا؟ لأن بعض الكتل ما استجابت مع سيد رئيس الوزراء، وهذا كان السبب. بدلا من أن يأتي ب15 مرشحا جاء بأربعة فقط، أو بالأحرى لم يأتي أساسا، لأنه عندما حصل فقط موافقة على أربعة، 2 من المجلس الأعلى و2 من التيار، بالنتيجة 11 مرشح آخر لم يحضر لم ينجز الأمر، كان بحاجة إلى وقت إضافي. يعني آسف أن أقول، لا أود أن أحمل مسؤولية، لكنه فعلا يعني السيد رئيس الوزراء لا يملك عصا موسى بيده، ولكن الكتل يجب أن تستجيب للإصلاح والتغيير. على ما يبدو كان هناك إصرار من بعض الكتل على البقاء أو إبقاء الوزارة لذات الكتلة أو لذات التيار أو الحزب. سيد، كان عجز الحكومة عن إجراء الإصلاحات ألا يشير إلى أن العملية السياسية وصلت إلى طريق مسدودة؟ إن شاء الله لن تكون مسدودة، لكن الأحزاب التي أصرت على مواقفها، إضافة إلى أن بعض الإخوان عندما يسعون لفرض أهداف معينة بالصوت العالي يعني أن تظهر هي وكأنها هي مصلحة والآخر غير مصلح، وصار ردات فعل، وهذا لا يخدم البلد. ولكن كما قلت في اجتماع الرئاسات ستحصل اجتماعات أخرى ليأتوا إلى كلمة سواء. نعم، هكذا يبدو الباب مغلق، والذي جرى في البرلمان ما قبل ذلك من اعتصام زملائنا النواب ومن ثم تعطيل المؤسسة البرلمانية، هذا ماذا يشير؟ يشير وكأنه أنه لا توجد هناك فراغ بالبلد، ولا توجد مؤسسة شرعية، وبالنتيجة بالتأكيد هو تغيير النظام من أساسه وليس إصلاح النظام. ونحن نختلف في هذا المفصل، هل نحن نصلح النظام أم تغيير النظام أساسا؟ المشكلة ليست في النظام، كما قلت سويسرا وألمانيا وأمريكا نفس النظام، لكن هناك دقة والتزام بالمبادئ. أبسط مثال أنطيك أنه أحد أهم مبادئ النظام البرلماني، النظام الفيدرالي، فصل السلطات، مبدأ فصل السلطات. السلطات ليست مفصولة، القوات الأمنية استلمت من 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 اتجاهات معينة متعددة الأوامر، ليس فقط من السيد رئيس الوزراء. نعم، رئيس الوزراء أمر بعدم إطلاق النار، هذا حسنا فعل، لكن القوات الأمنية كانت يعني هي قوات تنفيذية المفروض تكون مرتبطة بالسيد القائد العام، لكن على ما يبدو ليست هكذا. فهذه من مثالب النظام ومن أخطاء النظام، المفروض أن نصلح هذه الأمور وليس المشكل تغيير النظام. نعم، الآن مسألة يعني لا تخطوها عين الكل، الآن على المحك والكل تحت ضغط الشارع المباشر، وكما ربما سقوف مطالب الشارع سترتفع، كيف برأيك يمكن أن تتعامل النخب السياسية مع هذا الأمر، أقصد ارتفاع سقوف المطالب؟ يعني الشارع له كل الحق، يعني من كل النواحي، إذا كان مسألة الأمن والأمان، إذا كان مسألة الحياة والمعيشة وفرص العيش الكريم، إذا كان خدمات، هذا كلام صحيح، لكن أمامنا تحديات كبيرة أكبر من أي قائد ومن أي رئيس وزراء يأتي. التحدي الأول هو الحرب مع داعش، يجب أن لا نفعل فيما بيننا ما يؤثر على إخواننا في الجبهات، يجب أن نتواصل في هذا التحدي حتى تحرير البلد من هذه البلاء. ثانيا هو المشكل الاقتصادي وانخفاض أسعار النفط، يعني أي كان رئيس الوزراء أي كان القائم في الحكومة الوزير، يعني انخفاض أسعار النفط نزلت إيرادات البلد إلى أقل من 30%، فهذه تحدي ثاني. ولكن مع ذلك هذا لا يعني أن نسكت على سوء الأداء، على الفساد، على هذه الأمور. اليوم على الكتل السياسية الرئيسية اللي هي ليست أكثر من 5 أو 6 أن تأتي إلى كلمة سواء وتستجيب لهذا التغيير ولهذا الإصلاح ولمكافحة الفساد، لأن الفساد المستمر بعينه، الفساد نعم مستمر. ماذا يعني إصرار الكتلة على بقاء الوزارة لذات الحزب بس يغير الوجه؟ هذا مو مقبول طبعا.
فالكتل الرئيسية مسؤولة أمام الله وأمام الشعب أن تأتي إلى كلمة سواء وتقبل بالتغيير والإصلاح وأن تتجاوب مع السيد رئيس الوزراء بالمعايير التي قالها ونقولها نحن أيضا أنه نزاهة وكفاءة وتكنوقراط مقبول. لكن الكتلة ما يجي أن تصادر إرادة الكتلة أيضا أنه ما لها حق هي ترشح، لا، إذا ما لها حق ترشح العاد شلون؟ إذا البرلمان يساري فالحكومة يسارية، وإذا البرلمان يميني فالحكومة يمينية. هناك بعض الطروحات الخيالية، إذا أنت تجبرني بالصوت العالي أنه أنت ملك حق، أنت روح البيت وأنا أجيب لك وزير غصبا عنك، ما راح أتجاوب معك. فهذه شراكة، هي مسؤولية مشتركة، المفروض الحكومة والبرلمان أن يتكاملا، لكن كما قلت مع مبدأ فصل السلطات، وليس فرع إملاء الإرادات ومصادرة الإرادات الآخر عبر الصوت العالي أو الخروقات التي حصلت. نعم التظاهر مكفول والاعتصام مكفول، هذا حق دستوري. انقطع الصوت؟ نعم، لا نسمعك، نسمعك ممتاز. ألو؟ بوضوح نسمعك. دعنا نتحدث سيد يونان كنا عن ما حدث السبت الماضي من اقتحام البرلمان، هل يمكن نعتبر انقلاب على النظام السياسي أم لم نصل بعد هذه المرحلة؟ تسمعني استوديو؟ نعم سيد ينادم كنا نسمعك بوضوح جدا، هل سمعت السؤال؟ سيد ينادم كنا ما زلت معنا؟ إذن نأخذ فاصل قصير وبعده نعود معكم وحصاد هذا اليوم. حق الرد مكفول، راسلونا على rai@alsharqiyya.com. يواجه النازحون العائدون إلى مدينة الرمادي المحررة من تنظيم داعش صعوبة في التنقل والدخول إلى المدينة التي دمرت الحرب بناها التحتية بعد تفجير معظم الجسور الحيوية التي تربط الرمادي بمدن الأنبار الأخرى. يشار إلى أن أكثر من 80 جسرا تم استهدافها من جراء العمليات العسكرية في محافظة الأنبار، الأمر الذي أثر وبشكل كبير في حركة المواطنين داخل مركز المدينة وخارجها. باسم الأنباري والتفاصيل. مدينة منكوبة دمرت الحرب بناها التحتية وخربت جسورها الحيوية وتسببت بتقطيع أوصالها وأرجعتها إلى عصور التخلف، حتى أصبح أمر التواصل بين أبنائها يحتاج إلى الكثير من الجهود والأموال. العائدون إلى مدينة الرمادي بعد تحريرها طالبوا الحكومة بضرورة التدخل العاجل لإعادة إعمار عدد من الجسور المهمة. وإحنا هسه أهل الرمادي قاعد نعاني من التنقل بالجسور، جسور بصورة عامة مهدمة، يعني رجعونا على البلامة، وجسر واحد فقط جسر عسكري، واللي يريد يعبره من ساعة إلى ساعتين إذا بسيارة يريد يعبر هذا الجسر. جسر كله مقعة ومفلشة من داعش الإرهاب، وفلش الجسور كليته، يعني رجعت الوضع على زمن قبل، يعني ما كان أكو بالبلة من الناس تعبر وهاي، فإحنا نريد شوية الحكومة المركزية تساعدنا وتكمل لنا الجسور لإعادة الحياة الطبيعية. نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار فلح العيساوي وفي تصريح خاص بالشرقية نيوز أكد أن الحرب تسببت بتدمير 88 جسرا حيويا في المحافظة، وأن الحكومة عاجزة عن إعادة تأهيلها في الوقت الحالي نظرا لشحة التخصيصات المالية وصعوبة إيصال المواد الإنشائية. عدد الجسور التي دمرت على أيدي تنظيم داعش في محافظة الأنبار 88 طبعا جسر، أغلب هذه الجسور هي على نهر الفرات، وبنفس الوقت هذه الجسور تربط المحافظة في بغداد وكذلك في بعض المحافظات الشمالية، وقسم من هذه الجسور طبعا هي تقع على مجسرات على الطريق الدولي السريع. لحد الآن لا وجود لأي جسر غير متضرر في المحافظة، نعيش مشكلة كبيرة، تخصيصات مالية ضعيفة جدا، نحتاج سنة إلى سنتين من أجل إعادة إعمار هذه الجسور، وقسم من هذه الجسور لا يمكن إعادة صيانتها إلا بإعادة هدها وبنائها من جديد. الحفاظ على أمن المدينة واستقرارها وإعادة إعمار بناها التحتية وتوفير الاحتياجات الضرورية للعائدين إليها
أوضاع اتفق الجميع على أنها ستساهم بإعادة الحياة تدريجيا إلى هذه المدينة المدمرة. من الرمادي للشرقية نيوز، باسم الأنباري. مشاهدي الكرام، نقرأ على حضرتكم هذا الخبر العاجل الذي ورد الآن، إذ كشف مصدر أمني رفيع رفض الكشف عن نفسه عن انسحاب فصائل في الحشد الشعبي كانت قد انتشرت قبل يومين في مناطق بغداد وبخاصة في منطقتي الجادرية والكرادة. وقال المصدر الأمني المطلع أن انسحاب بعض فصائل الحشد جاء بعد معلومات عن نزول أعداد كبيرة من سرايا السلام إلى العاصمة، ثم اشتراط السرايا بعد ذلك بأن تسلم مسؤولية الأمن في العاصمة إلى الشرطة الاتحادية والجهة الأمنية المختصة، وأن تنسحب بعض فصائل الحشد التي انتشرت في الجادرية والكرادة ومناطق أخرى. وقال المصدر إن اتصالات على مستوى عالي جرت بين قيادات الحشد الشعبي وتمخضت عن قرار بسحب الحشد من عدد من مناطق العاصمة والاكتفاء بالشرطة الاتحادية وبقية قوى الأمن لتأمين العاصمة، غير أن سرايا الخرساني وهي إحدى الفصائل المنضوية في الحشد الشعبي نفت انسحابها من مواقعها في بغداد وأصرت على البقاء فيها. وقالت في بيان إن مقاتليها في حزام بغداد ومناطق العاصمة هم من قوات المهمات الخاصة التابعة لسرايا الخرساني، ومهمتهم الأساسية هي حفظ الأمن في بغداد. إذن كشف مصدر أمني رفيع رفض الكشف عن نفسه عن انسحاب فصائل في الحشد الشعبي كانت قد انتشرت قبل يومين في مناطق بغداد وبخاصة في منطقتي الجادرية والكرادة. وقال المصدر الأمني المطلع أن انسحاب بعض فصائل الحشد جاء بعد معلومات عن نزول أعداد كبيرة من سرايا السلام إلى العاصمة، ثم اشتراط السرايا بعد ذلك بأن تسلم مسؤولية الأمن في العاصمة إلى الشرطة الاتحادية والجهة الأمنية المختصة، وأن تنسحب بعض فصائل الحشد التي انتشرت في الجادرية والكرادة ومناطق أخرى. وقال المصدر إن اتصالات على مستوى عالي جرت بين قيادات الحشد الشعبي وتمخضت عن قرار بسحب الحشد من عدد من مناطق العاصمة والاكتفاء بالشرطة الاتحادية وبقية قوى الأمن لتأمين العاصمة، غير أن سرايا الخرساني وهي إحدى الفصائل المنضوية في الحشد الشعبي نفت انسحابها من مواقعها في بغداد وأصرت على البقاء فيها. وقالت في بيان إن مقاتليها في حزام بغداد ومناطق العاصمة هم من قوات المهمات الخاصة التابعة لسرايا الخرساني، ومهمتهم الأساسية هي حفظ الأمن في بغداد. الأخبار مستمرة من الشرقية نيوز. مشاهدينا، ونعود إلى ضيف حصاد هذه الليلة السيد يوناد مكنا، رئيس قائمة الرافدين في البرلمان العراقي. سيد كنا، مرة أخرى نرحب بك في هذا الحصاد. دعنا نتحدث عن ما جرى يوم السبت الماضي من اقتحام مجلس النواب والمنطقة الخضراء. هل يمكن اعتبار ما حدث هو انقلاب على العملية السياسية أم لم نصل إلى هذه المرحلة بعد؟ يعني بالتأكيد لربما كانت له بعض الأهداف، يعني الأجندات، لكن ليس لكل كل المجموعات التي 40,000 اللي كان موجود في أبواب المنطقة الخضراء. أنا باعتقادي كان هناك بعض الناس ركبت الموج، لم تكن ملتزمة أو متفقة تماما مع التيار أو ملتزمة بتوجيهات التيار، وعليه حصل ما حصل من اعتداءات على النواب وثم تكسير وتحطيم بعض الأجهزة والمعدات الفنية في داخل مجلس النواب. فنعم كان هناك بعض الجماعات التي هي تشمت أو حاقدة وتسعى للانتقام من كل العملية السياسية، ليس بهدفها الإصلاح، وإنما هي فعلا كان هدفها إسقاط العملية السياسية. وهناك بعض الفضائيات واضحة أنه منذ البداية دخلت على الخط معنا ليس بهدف الإصلاح، وإنما التشفي والمعاداة العملية السياسية منذ البداية معلومة مواقفها. فهذا الذي كان، لكنه الحمد لله
يعني كان هناك قرار بخروج أو إخراج المتظاهرين داخل الذين اعتصموا داخل المنطقة الخضراء، لكن نحن نقيم قرار اللجنة المشرفة على هذه المظاهرات أو لربما توجيه من سماحة السيد المقتدى، نحن نقيم هذا القرار بخروجها سلميا، وبعكسه لربما كانت قد تتطور إلى دماء وإلى قتل وإلى آخره من تداعيات خطيرة جدا. وإلى الآن المفروض أن الحرص على المصلحة العامة وعلى مصلحة الوطن أن نأتي إلى التغيير نعم والإصلاح نعم، ولكن ليس إلى إسقاط العملية السياسية، لأنه إذا فلتت الأمور ما أعتقد ما حد يقدر يلمها بعد هالمرحلة، وراح تكون يعني من سيء إلى أسوأ. نعم. بالنسبة للوضع الأمني في بغداد، وكما أشرنا وقرأنا الخبر الذي وردنا قبل قليل من انسحاب بعض فصائل الحج الشعبي من بعض مناطق بغداد ونزول سرايا سلام بدل منها، ماذا يؤشر هذا وماذا سيقود؟ هل سيقود إلى حلحلة الأمور السياسية والوضع السياسي المتأزم، أم أنه سيوتر الأوضاع أكثر مما هي متوترة؟ يعني بالتأكيد الاستنجاد بالحشد الشعبي هذا مؤشر على عدم كفاية القوات الأمنية سواء كانت شرطة أو شرطة اتحادية. هناك أيضا خلل آخر، يعني السيد القائد العام أحيانا يعني هناك تفسيرات أنه قوات الشرطة الاتحادية أو قوات الشرطة ليست من القوات المسلحة وإنما هي أمنية وإلى آخره من هذه المسائل. هذه ارتباكات أو إرباكات في جانب الأمني، المفروض أن يتحمل المسؤولية السيد القائد العام، لكنه وفقا للتفسيرات وتعدد المرجعيات هذه مشكل كبير. المفروض أن تكون مرجعية واحدة للقوات الأمنية. هناك خلل ونقص سواء في العدد وسواء في التدريب والعدة والتجهيز والتسليح وإلى آخره. فعلى سبيل المثال شرطة مكافحة الشغب 400 إنسان، أنا عندي 40-50 ألف متظاهر، ايش راح يسوي هذا الشرطي 400 ألف؟ يعني كل واحد 100 مثلا؟ فعدي إشكالية كبيرة بغداد. المفروض على دولة رئيس الوزراء كما علمنا منه بأن هناك توجه للمزيد من تدريب قوات مكافحة الشغب، وبالتالي إذا كان هذا شيء يكفي ستنسحب هذه الميليشيات أو هذه عفوا القوات اللي هي واجبها بجبهات كحشد شعبي أو غيره، أنه وليس في المدينة، وتبقى المدينة بيد الشرطة وبيد المختصين اللي هم جزء من مؤسسة الحكومة ويرتبطون بالسيد القائد العام. رئيس قائمة الرافدين في البرلمان العراقي السيد يوناد مكنا، نشكر لك الانضمام. حق الرد مكفول، راسلونا على rai@alsharqiya.com. في ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام، الآلاف من الزوار يتوجهون إلى الكاظمية شمالية بغداد. تفجير إجرامي في منطقة تقاطع الدورة جنوبي بغداد يسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 50 شخصا بينهم عدد من الزوار. حزب الدعوة الإسلامية على أتباع رئيس التيار الصدري أن يراجعوا طريقتهم في التعامل مع العملية السياسية، وأن يقدموا من اعتدوا على نواب الشعب وممتلكات الدولة إلى القضاء. إياد علاوي في رسالة مكتوبة إلى فؤاد معصوم: لن أشارك في الاجتماعات الهزيلة التي تدعون إليها. We were visiting Amrit Fallujah just 2 days ago and we were very shocked to see a detention center which is run by the local anti-terrorism squad. الأمين العام لمنظمة العفو الدولية: السلطات العراقية تحتجز غالبا أبرياء بتهم الإرهاب في ظروف مروعة للغاية. قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون برينن أن الفساد والانتهاكات التي تمارس في العراق وسوريا هي التي مكنت تنظيم داعش من السيطرة على أجزاء واسعة من هذين البلدين.
برينن أكد في مقابلة مع شبكة NBC نيوز الأمريكية أن منطقة الشرق الأوسط مقبلة على تحولات اقتصادية وسياسية وطائفية كبيرة. هناك أحداث برزت في هذه البلدان كالعراق وسوريا، ومنها الهجمات المروعة التي قام بها بشار الأسد على مواطنيه إبان فترة الربيع العربي واستخدامه الأسلحة الكيميائية ضدهم، وهو أمر استغله المتطرفون والإرهابيون. أعتقد أن تنظيم داعش تمكن من استخدام هذه الأحداث سواء كان في العراق وسوريا، ناهيك عن الانتهاكات والفساد في هذه الحكومات والتي جعلت طائفة كبيرة من الناس يميلون نحو تنظيم داعش، الأمر الذي جعلهم يكتسبون القوة بصورة سريعة جدا أسرع مما كنا نعتقد. الشرق الأوسط يمر بفترة تاريخية عصيبة، وهنالك عدد من التحولات القادمة في الطريق في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والطائفية، والتي كانت تكبح تلك المشاعر والنوايا التي بدأت تبرز الآن. وينضم إلينا سيد أرشد الصالحي رئيس الجبهة التركمانية. سيد أرشد، هناك جهات دولية عديدة مهتمة أو معنية بشأن العراقي عبرت عن قلقها لما يجري الآن في العراق، ومن ضمنهم إيران دعت إلى إيجاد سبل منطقية وعقلانية. لماذا يتم اختزال مطالب الشعب العراقي بهذه الكلمة عقلانية ومنطقية؟ أين كانت العقلانية والمنطقية قبل ما حدث؟ شكرا جزيلا. إذا كانت هنالك ثمة مخاطر تتعرض به دول الجوار العراقي الآن، كان المفروض عليهم أن يعلموها عندما اندلعت النيران في سوريا، وقلناها في وقتها يجب وأد الفتنة في سوريا لأنها ستنتقل إلى العراق، وفعلا انتقل إلى العراق. نحن ككتل سياسية حتى وإن استهانوا بنا في بعض المرات يقولون علينا أقليات أو مكونات ضعيفة، نحن كنا نعلم هذه الأجندات التي تحصل، فكيف بدول الجوار العراقي والدول الكبيرة التي تدعمنا لم يعلم بهذه السيناريوهات التي تخطط في هذه المنطقة؟ ولذلك حتى وإن كان متأخرا، إذا علمت هذه الأطراف الدولية ودول الجوار العراقي لأن ثمة مخاطر كبيرة يتعرض إليها المنطقة وتحديدا من العراق لا بأس، ولكن الحلول التي ينبغي أن يضعوا يجب أن يكون حلول واقعية وحلول تساعد العراق على الوقوف على رجليها في تثبيت مواقعها كي تتحصن كل المنطقة، ولن تكون هذه التثبيت على الأرض لن تكون بالكلام أو بالتصريحات وإنما بالأفعال، كي نتثبت من وجود نظام سياسي رشيد يشارك فيه كل مكونات العراق لكي نخلص هذا البلد من حالة الفوضى والتقسيم الذي يراود البعض الذي يقولها كأن هنالك المخطط قد اكتمل وسيتم تقسيم العراق لا سمح الله. من المستفيد من هذه الخارطة الجيوسياسية التي تؤدي بالفتنة الطائفية والعرقية مستقبلا، ومن ثم تفتت هذا البلد الجريح على كعكات صغيرة متنافرة؟ نعم سيد أرشد، بعد اجتماع الرئاسات الثلاث ورؤساء الكتل لاحظنا أن الاجتماع لم يحسم هذا الوضع، ماذا ينتظرون حتى يحسموا هذا الوضع المتأزم؟ لن تتمكن الرئاسات الثلاثة من حسم ما يحصل في البلد إلا بعد أن يتم تطبيق الدستور العراقي بالشكل الصحيح وإعادة هيبة الدولة، وأن يكون السلطة والقانون هي السائدة. وإن اجتماعات الرئاسة قد قاطعتها الكثير من الكتل السياسية عندما لم يكن هنالك إجراء فعلي على الأرض في الاستتباب الأمني وما حصل في الفترة الأخيرة من فوضى عارمة في البلد، وكنا نخشى أن تنتقل هذه الفوضى إلى خارج المنطقة. لذلك العمل الذي قامت به الرئاسات الثلاث هم يتحملون سببها بالدرجة الأولى، وعليهم أن يتفقوا على خطة معينة ومن ثم يعرضوها على مجلس الشعب على البرلمان كي نصوت عليه بالإجماع وبمشاركة كافة الكتل السياسية. في البداية يجب أن يكون هنالك خارطة
مرسومة من قبل الرئاسات الثلاث وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية باعتباره حامي الدستور، ومن ثم يتم الاتفاق من قبل الكتل السياسية ومن قبل ممثلي الشعب لهذه الخارطة. طيب. نحن نعيش في فوضى الآن، اليوم تحرير المناطق بحاجة إلى دعم، مناطق كثيرة تم تحريرها في الفترة الأخيرة في بشير، في الرمادي، في كثير من المناطق، ولذلك يجب أن يكون دور الرئاسات الثلاثة واضحة. لحد الآن نحن لا نرى دور واضح للرئاسات الثلاثة. قلت يجب أن تكون هناك خريطة مرسومة من قبل الرئاسات الثلاثة، ولكن البعض دعا إلى حكومة إنقاذ وطني لمدة عام ثم تمهد الانتخابات تحت إشراف أممي، ألا يبدو هذا الحل منطقيا سليما لكي يخرج الجميع من المأزق؟ يعني هذا الكلام أنا سمعته من الممثلين من قادة أحزاب سياسية قبل عدة أشهر، البعض قبل عدة أشهر في اجتماعات قادة الكتل كانوا يلوحون بأنه لا صلاح ولا إصلاح في العراق يحصل إلا بحكومة طوارئ أو حكومة إنقاذ. إذا وصلت القضية إلى هذه المرحلة أنا باعتقادي يجب أن يكون أيضا باتفاق الجميع، لأن طالما البلد بلد المكونات ففي المرحلة الأولى فقدنا الاتصال. يبدو أننا فقدنا الاتصال بسيد أرشد الصالحي، سنعود إليه في حال أن يؤمن في عندما يؤمن الاتصال مع سيد أرشد الصالحي. حق الرد مكفول. راسلونا على rai@alsharqiya.com. دمرت مقاتلات فرنسية وأمريكية موقعا لتنظيم داعش في محافظة الأنبار بالعراق، كان يستخدمه التنظيم لبناء كميات كبيرة من القنابل وتفخيخ السيارات. وقالت وزارة الدفاع الفرنسية إن الموقع الذي تم تدميره يقع في القائم على الحدود العراقية السورية، وتطلب شن غارتين منفصلتين لمساحته الكبيرة، مضيفة أن الغارات نفذت يومي الجمعة والسبت الماضيين. مشاهدينا نعود إلى السيد أرشد الصالحي رئيس الجبهة التركمانية في هذا الحصاد لنكمل ما تبقى من حديث حول الوضع الدائر في العراق. سيد أرشد، هل لك أن تضعنا فيما يحدث بما أنه محافظ كركوك ووزير البيشمركة أعلنوا أن عملية تحرير قرية البشير نفذتها البيشمركة مع التحالف الدولي، ونفوا بالتأكيد مشاركة الحشد الشعبي، وضيفنا في بداية الحصاد السيد كريم النوري صرح وقال أنه شاركوا في هذه العملية عملية تحرير قرية البشير لكن من غير محاور، هل لك أن تخبرنا عن هذه التضارب بين الأنباء؟ نعم، والله للأمانة أقول، وأنا الآن في عتبة ناحية تازة قريبا على بشير، هذه أمانة، لأن هنالك إصابات بالقنابل الكيميائية قبل قليل، أنا سأزور الموقع حاليا، يا حبذا لو كان هنالك بث مباشر كنت أعطي لكم الصورة الحقيقية لما يحصل الآن في تازة وفي بشير. أنا هناك الآن للأمانة للتأريخ أقول، وأنا شاهد على هذا الكلام، لا ينبغي لنا أن نحرف الحقائق. ما حصل في تحرير البشير أقولها بالحرف الواحد، كان هنالك هجوم من قبل البيشمركة على طرف محور مزرعة الدولة، هذه للأمانة، هذا واحد. وفرقة العباس القتالية القادمة من محافظات جنوب العراق تقدمت من الوسط، لأن لديهم أسلحة ودبابات ثقيلة،
وحتى البيشمركة لديهم أسلحة ودبابات ثقيلة. هذه خارطة. أما الذين تقدموا باتجاه بشير وباتجاه تل أحمد وباتجاه التحرير قرية بشير هم قوات الحشد التركماني. هذه أمانة، لا ينبغي علينا أن نفرط بأي دم عراقي. نحن نقدس كل دم من البيشمركة ومن أخوة من فرقة العباس القتالية الذين جاءوا من العتبة العباسية وبدعم منهم، ولكن في نفس الوقت لا ينبغي أن يهمل أحد دماء التركمان الذين تسال في هذه المنطقة. قوات الحشد الشعبي التركماني موجودين في هذه المناطق وهم تحملوا الجزء الأكبر في تحرير القرية، وأنا منذ الظهر هناك وأرى بأم عيني. نحن الآن قبل قليل كنا بعيدين عن مناطق داعش مسافة كيلومترين أو ثلاثة، حتى أنهم الآن قصفوا مناطق التي يشرف عليه فرقة العباس القتالية بصواريخ كيميائية، وهنالك الآن جرحى مصابين بغاز الكلور موجودين في مستشفى كركوك الجمهوري. للأسف ينبغي علينا أن لا نشوه الحقائق. أقولها للأمانة، شاركت جهود المشتركة جميعا من البيشمركة ومن فرقة العباس القتالية، ولدينا شهداء وجرحى. قائد فرقة العباس القتالية الشهيد طاهر البديري اليوم زفت جثمانه إلى البصرة بطائرة. لماذا نريد إهمال هذا الأمر؟ أنا من تنظيماتنا، من شبابنا، من كل قوات الحشد التركماني لواء 16، هنالك أكثر من 300 شهيد منذ سنتين، هنالك أكثر من 800-900 جريح لحد الآن. لماذا هنالك هذا التعتيم الذي تحاول بعض السياسيين من تحريف الحقائق؟ نحن نقول الجهود المشتركة تأتي بنتيجة، ولا ننسى في هذا الأمر دعم التحالف الدولي. نعم أنا اتصلت مع كثير من الأطراف الدولية بما فيه الأطراف التي تشارك في تقديم الدعم الدولي. سابقا ما كانوا يقدمون لنا الدعم الجوي من قبل قوات التحالف، لكن بالإضافة إلى القوة الجوية العراقية وطيران الجيش كان هنالك هذه المرة دعم من التحالف الدولي، ولحد الآن موجود هذا الدعم. وإذا كان هذا التحالف الدولي قد دعمتنا كنا قد حررنا بشير منذ سنة ونصف. والكل يعلم بأن معالجة السيارات المفخخة والهمرات المفخخة والبلدوزارات المفخخة لا يتم معالجتها بالدبابات ولا بالأربيزيات ولا بالأسلحة، إنما يتم معالجتها من قبل الطائرات، وهي من طائرات التحالف وكذلك طيران الجيش والقوة الجوية العراقية. أنا مرة أخرى أصحح هذه المعلومة وأقول بالحرف الواحد، الجهود المشتركة من قبل البيشمركة وفرقة العباس وقوات الحشد التركماني هي التي حررت قصبة بشير التركمانية، الجبهة التركمانية. شكرا جزيلا لك. حق الرد مكفول. راسلونا على rai@alsharqiya.com. ونذكر بأهم الأخبار التي وردت في سياق حصادنا لهذه الليلة، إذ كشف مصدر أمني رفيع رفض الكشف عن نفسه عن انسحاب فصائله فالحج الشعبي كانت قد انتشرت قبل يومين في مناطق بغداد وبخاصة في منطقتي الجدرية والكرادة. وقال المصدر الأمني المطلع أن انسحاب بعض فصائل الحج جاء بعد معلومات عن نزول أعداد كبيرة من سرايا السلام إلى العاصمة، ثم اشتراط السرايا بعد ذلك بأن تسلم مسؤولية الأمن في العاصمة إلى الشرطة الاتحادية والجهة الأمنية المختصة، وأن تنسحب بعض فصائل الحج التي انتشرت في الجادرية والكرادة ومناطق أخرى. وقال المصدر إن اتصالات على مستوى عالي جرت بين قيادات الحشد الشعبي وتمخضت عن قرار بسحب الحشد من عدد من مناطق العاصمة والاكتفاء بالشرطة الاتحادية وبقية قوى الأمن لتأمين العاصمة، غير أن سرايا الخرساني وهي أحدى الفصائل المنضوية في الحشد الشعبي نفت انسحابها من مواقعها في بغداد وأصرت على البقاء فيها، وقالت في بيان أن مقاتليها في حزام بغداد ومناطق العاصمة هم من قوات المهمات الخاصة التابعة لسرايا الخرساني ومهمتهم الأساسية هي حفظ الأمن في بغداد.
أكدت الإدارة الأمريكية مجددا موقفها الداعم لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في ظل الأزمة السياسية التي يشهدها العراق وتباين مواقف الكتل البرلمانية بشأن إدارته للحكومة العراقية. جاء هذا الموقف على لسان وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر الذي أكد أن العبادي في موقف قوي على الرغم من الاضطرابات السياسية التي يشهدها العراق وأن الولايات المتحدة الأمريكية تدعمه، مضيفا أن الدعم الأمريكي له يرجع لأسباب منها نجاحاته الميدانية والتزامه بأن تكون الدولة العراقية متعددة الطوائف. وجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بتأمين تزويد المواطن بالكهرباء خلال فصل الصيف، وشدد العبادي خلال ترأس اجتماع المعنيين بملف الكهرباء من وزارات الكهرباء والنفط والمالية إضافة إلى القيادات الأمنية المسؤولة عن تأمين المحطات الكهربائية وخطوط النقل، شدد على ضرورة تذليل المعوقات واتخاذ الإجراءات الكفيلة التي من شأنها أن تساهم باستقرار تزويد الكهرباء خلال الأشهر المقبلة. حذرت منظمة العفو الدولية من أن السلطات العراقية تحتجز غالبا أبرياء بتهم الإرهاب في ظروف مروعة للغاية. وقال الأمين العام لمنظمة العفو سليل شاتي في تصريح خاص لشرقية نيوز إن وفدا من المنظمة زار أحد مراكز الاحتجاز في منطقة عمرية الفلوجة غرب بغداد يضم 700 سجين محتجزين منذ أشهر بتهمة الاشتباه بالإرهاب، بينهم أطفال ونساء، وأن أوضاع احتجاز هؤلاء شكل صدمة كبيرة حيث لكل واحد منهم مساحة لا تتجاوز مترا مربعا وليس هناك مساحة حتى للاستلقاء، والحمامات في الغرف ذاتها وكمية الغذاء قليلة جدا، كما أن هذا المعتقل مثال سيء لنظام القانون الجنائي الذي لا يعمل في العراق. وفد من منظمة العفو الدولية زار منطقة عامرية الفلوجة والسجن الموجود هناك تحت إدارة قوات مكافحة الإرهاب، حيث يحتجز أكثر من 700 شخص بينهم نساء وأطفال. ظروف هذا السجن مروعة وشكلت لنا صدمة كبيرة، حيث لكل واحد منهم مساحة لا تتجاوز مترا مربعا وليس هناك مساحة حتى للاستلقاء، وأن الحمامات في الغرف ذاتها وكمية الغذاء قليلة جدا. هذا المعتقل هو مثال سيء لنظام القانون الجنائي الذي لا يعمل في هذا البلد، وأن حقوق الإنسان تتعرض لإساءات خطيرة بشكل روتيني دون عقاب. نفى مصدر من مكتب المرجع الديني الأعلى آيات الله السيد علي السيستاني إصدار أي بيان بخصوص ما جرى في المنطقة الخضراء قبل أيام. وذكر المصدر أن البيان الذي نسب إلى مكتب المرجع السيستاني بهذا الشأن هو مزور وغير صحيح. وقبل الختام هذا تذكير بعناوين الحصاد. نعم الكاظم عليه السلام، الآلاف من الزوار يتوجهون إلى الكاظمية شمالية بغداد. تفجير إجرامي في منطقة تقاطع الدورة جنوبي بغداد يسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 50 شخصا بينهم عدد من الزوار. حزب الدعوة الإسلامية على أتباع رئيس التيار الصدري أن يراجعوا طريقتهم في التعامل مع العملية السياسية وأن يقدموا من اعتدوا على نواب الشعب وممتلكات الدولة إلى القضاء. إياد علاوي في رسالة مكتوبة إلى فؤاد معصوم: لن أشارك في الاجتماعات الهزيلة التي تدعون إليها. الأمين العام لمنظمة العفو الدولية: السلطات العراقية تحتجز غالبا أبرياء بتهم الإرهاب في ظروف مروعة للغاية. نهاية الحصاد، إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعتكم نشكرها ودمتم بألف خير. We'll be right back.